ده اللي يهمنا. وامبارح كمان بالمناسبه، لو حضراتكم اكيد يعني بالذات الاجيال الاقدم نسبيا، احنا متعودين الى حد كبير ان احنا نشوف في ماتشات سواء المنتخب او الفرقه المصريه مع فرق شمال افريقيا بشكل عام وتحديدا الجزائر يمكن بصفه خاصه، يمكن لاعتبارات كتير بيكون في احتكاكات، بيكون في عصبيه، بيكون في اجواء كده مش لطيفه. لكن امبارح الحقيقه كانت من ضمن اللقطات المضيئه اللطيفه جدا، واللي بتخلينا نقول ان هي دي كره القدم، وهكذا ينبغي ان تكون دائما الروح الرياضيه اللطيفه. امبارح بعد انتهاء اللقاء بين الاهلي ووفاق سطيف، دخل مدرب وفاق سطيف عشان يهني فرقتنا على التاهل ويتلقى كمان تحيه الجهاز الفني وكل اللاعبين. لقطه كانت لطيفه جدا في منتهى الاحترام وفي منتهى الروح الرياضيه، بنحييهم اكيد عليها. خلونا نتابع مع بعض. Thank you very much guys. I wish you good luck. Very supporting Morocco and wish you to make a third time. It's a big honor for us to play again. Thank you very much guys. I wish you good luck. Very supporting.